كنت بتمشى في السوبر ماركت ولقيت تيك تيك منزلين اختراعين جداد، فيلا بينا تعالوا نجربوهم. وما تنساش تصلي على النبي ونادي على اخواتنا، ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. بدات اول حاجه كده بشوربه العدس، فضيت محتوى الكيس في بوله وحطيت عليه 230 مللي. بس هو سؤال، ليه 230؟ هو قال ايه؟ هو بيقول لك ان هو تسيبه 3 دقايق، فاحنا ايه هنسيبه 3 دقايق وده بقى العدس اللي هو العدس البيتي بتاعنا ماما اللي عاملاه، تمام؟ وده العدس اللي هو بتاع تيك تيك. فيلا بينا بقى نسمي الله ونجرب. اول حاجه ايه؟ هنجرب العادي اللي هو ايه بتاع ماما، فاللي هو احنا عارفينه اصلا في البيت. فبسم الله الرحمن الرحيم. مظبوط بالشعره، جامد يا جدعان. طعم الزبده فيه تحفه. رب العدس بتاع تيك تيك بقى، بسم الله. هو ملوش دعوه بالعدس خالص، حتى اللونين مختلفين عن بعض، بس هو عباره عن شويه بهارات. قريه محمصه بزياده قوي، هي ما طرتش خالص. ده ملوش دعوه بالعدس خالص. نخش بقى كده على شوربه الفراخ، بس دي ممكن تبقى ظابطه لانها كده كده احنا مرقه الفراخ بتبقى شغاله. ده مرقه وش اندومي او مرقه، يعني دجاج بالكاري. صبينا بقى الميه و230 مللي. لا انا عايز حد يجاوبني بقى، ليه 230 مش 250؟ دي بقى برده شوربه فراخ بتاعت تيك تيك، برده نسبه الشعريه يعني شويه شعريه حلوين. دي شوربه الفراخ بتاعت ماما عادي جدا، ما فيش اي مشكله يعني، بس من غير شعريه عشان ما بحبش بالشعريه. فبسم الله. شويه شوربه فراخ يا جدعان في الجون، في الرايق منه. خلينا بقى ايه بقى في تيك تيك. بسم الله. الاول واحده، هو لون الشوربه انا مش عارف، يعني مش عارف، هي مصفره بزياده، حاسس ان هي اندومي. لا اندومي بالكاري، ميه الاندومي اللي بالكاري دي. فيلا بينا كده، بسم الله. اندومي، ميه الاندومي اللي بالكاري، وفيها حبهان كتير، مليانه بهارات قوي. الشوربه حلو يعني، احلى من شوربه العدس بكتير. هي مش شبه شوربه البيت، بس يعني ايه احلى من شوربه العدس، قريبه شويه، شبه طعم الاندومي اللي بالكاري كده شويه. جرب بقى ايه اللي بالشعريه كده، معلقه بالشعريه. لا الشعريه محمصه تحميصه غريبه، يعني مالهاش دعوه بالشعريه بتاعت البيت، بس طعم الشوربه حلو يعني. هم لو عملوها شوربه بس هتعدي، لكن شوربه وشعريه لا مش حلو. الخلاصه بقى، تيك تيك عدس وشوربه فراخ. شوربه الفراخ حلوه قريبه من شوربه البيت، لكن العدس مالهاش دعوه اصلا بالعدس، يعني هو اصلا مش عدس، يعني ده بره اصلا، تمام. الكيسين دول تكيس منهم كان ب 9 جنيه وكنت جايبه من اوكازيون. بس كده، يلا اشوفكم فيديو جديد، سلام. ده مش شبه العدس خالص. مش عارف هو انا ما بحبش العدس كده، كرهته اكتر. ايه ده؟